المزيد حول آخر التطورات على الساحة المصرية ينضم إلينا من القاهرة الناشط السياسي سيد أحمد عبد ربه. سيد أحمد أهلا بك. الآن بعد إعلان موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، ما هو مصير الاعتصامات في ميدان التحرير؟ أولا الاعتصامات في ميدان التحرير وأمام وزارة الداخلية وأمام مسبير وفي عدة محافظات أخرى هدفها واحد، هو تخلي المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن منصب أو إدارة شؤون الدولة الآن وتسليمه السلطة إلى حكومة مدنية، سواء كان رئيس مجلس الشعب أو رئيس منتخب من قبل مجلس الشعب ليدير فترة انتقالية وليتمم إدارة انتخابات الرئاسة. نحن عندنا تخوفات قوية جدا من أن تجرى انتخابات الرئاسة تحت سلطة مجلس أعلى القوات المسلحة، لأنه فقد الثقة أولا خلال الفترة الانتقالية التي تحولت على يده إلى فترة انتقامية. النقطة الثانية متعلقة بالشكل القانوني للانتخابات، فهناك المادة 28 من الإعلان الدستوري والتي تحولت إلى المادة 5 من قانون انتخابات الرئاسة تؤكد على أنه لا تعون على نتيجة الانتخابات. هذا يعني إذا أتى السيد عبد المعز إبراهيم بأي رئيس وأعلن اسمه سواء كان غير مرشح أصلا بالانتخابات وأعلن اسمه أنه هو الفائز، لا يوجد أحد بمصر أو بالعالم يستطيع أن يشكك في هذه النتيجة ويستطيع أن يطعن في هذه النتيجة. فهذه الانتخابات هي مزورة قبل أن تبدأ، مزورة قانونا، لأنه لا يحق لأي من المرشحين الطعن في نتيجتها. لذلك نحن نرفض أن تجرى انتخابات الرئاسة تحت سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونطالبه من خلال اعتصاماتنا وضرباتنا والثورة التي هي مستمرة كما هي الحالة الآن أن نسلم السلطة إلى أحد القوتين، إما رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا كما هو في العرف الدستوري وفي المادة 84 من الدستور المصري 71، في حال خلو منصب رئيس الجمهورية تسلم السلطة إلى رئيس مجلس الشعب. طيب مفهوم الآن. طب كيف إذا تقرأ الإعلان عن موعد ترشح للانتخابات مجلس الرئاسة في ظل هذه الأجواء؟ في منتهى الصراحة ما يجري في مصر هي تمثيلية تحاكم من قبل نظام مبارك، نظام مبارك بين قوسين المجلس العسكري. تمثيلية بدأت في 11 من فبراير وهي مستمرة. أجزاء من هذه التمثيلية محاكمة مبارك أمامنا، أجزاء من هذه التمثيلية انتخابات مجلس الشعب التي جرت، وكان أيضا هناك تلاعب في تقسيم الدوائر، وكان هناك أيضا تلاعب في إدارة الانتخابات كما حدث، وكان هناك تلاعب في ثلثي الانتخابات أو ثلثي الدوائر بالقائمة وثلث بالفردي. من يضع قواعد لعبة هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو جزء من نظام مبارك كما أسميه، مبارك بين قوسين المجلس العسكري. فنحن رافضون أن يستمر المجلس العسكري في إدارة شؤون الدولة، رافضون أن يستمر في إجهاض الثورة أكثر من ذلك. الثوار يمتنعون عن هذا، المجلس العسكري يتلاعب ويحيد الثوار عن مطالبهم أيضا، فهو استطاع أن يوجه الإعلام في الثلاث أيام الماضية أن هناك مواجهات بين الداخلية والثوار، وأن الهدف هو تطهير الداخلية وليس تسليم السلطة. طب يعني من وجهة نظرك ما الذي يريده الآن المجلس العسكري من كل هذه المسرحية كما تقول؟ إتمام المسرحية وتسليم السلطة لرئيس يبدو أنه مدني لكنه جزء من نظام مبارك أيضا، ويأتي باتفاق ما بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين. وأنا قد صرحت لكم قبل ذلك أن الإخوان المسلمين والمجلس العسكري عقدوا اتفاق، وهذا الاتفاق تحت مباركة أمريكية لاستمرار نظام مبارك في السلطة، ولا أعني شخص مبارك. ففي رومانيا سنة 89 سقط الرئيس وأعدم هو زوجته، وقائد الجيش تحالف ضد الثورة وقام بثورة مضادة وركب السلطة. سنرى هذا السيناريو في مصر إذا استمر المجلس العسكري في إدارة شؤون البلاد، وإذا استمر في إدارة بالتحديد الانتخابات الرئاسية، لأنه لا نثق في إدارة الانتخابات الرئاسية، لا نثق في مرشحين الحزب الوطني، مرشحين نظام مبارك اللي المجلس العسكري قابل أن لا يفعل قانون الحظر السياسي عليهم، لا يعطاهم الفرصة لإعادة بناء نفسهم مرة أخرى والسيطرة على مقاليد الحكم في مصر، سواء على رأس السلطة أو على القواعد من محليات وانتخابات التشريعية. مفهوم. سيد أحمد الآن كيف يمكن برأيك إزالة هذا الاحتقان في الشارع المصري، وما هو المطلوب برأيك من أجل بناء حياة سياسية سليمة في مصر؟ علينا نحن الثوار أن نوضح الصورة بشكل حقيقي للشارع أكثر من ذلك. نحن نعمل جديا من خلال العمل في الشوارع. هناك حملة اسمها كاذبون هي حملة إعلام بديل، نحن نتحرك بشاشات عرض
في الشوارع لنعرض للمواطنين ما هي الحقائق، وأنا المجلس العسكري وأنا مجلس وزراء كاذبون، هناك نقاط يلعب عليها أو يستغلها المجلس العسكري ضدنا مثل النقطة الاقتصادية، لكن بالتحديد من يصرح أن هناك مخطط لحرق مصر كما صرح السيد رئيس الوزراء وكما صرح المجلس العسكري من قبل، هذا هو الذي يطرد الاستثمارات من مصر، هذا هو الذي يطرد السياحة من مصر، هذا هو الذي يدمر مصر. علينا توضيح الصورة للمواطنين لن نكتسبهم مرة أخرى في مظاهرات وثورة سلمية مكتملة حتى اسقاط نظام مبارك بشكل كامل. ما بوعدش ان احنا هنقدر ننجح، لكن علينا ان احنا نبدا ونشتغل. ده التصور اللي احنا متخيلينه، انه تسليم السلطه دلوقتي لرئيس محكمه السرية العليا او رئيس مجلس الشعب وتجرى الانتخابات وانا ويكون عليها اشراف ورقابه، او يكون عليها اشراف من لجنه قضائيه ورقابه دوليه، لابد من رقابه الامم المتحده على هذه الانتخابات حتى تخرج بشكل اكثر حياديه ونرى رئيسا حقيقيا لمصر بدلا من هذه المسرحيه الهزليه. هذه النقطه بالتوازي مع احنا نريد دستور مدني حديث لمصر يحافظ على المواطنين وحقوق والواجبات المساويه لديهم جميعا. إذن سيد أحمد عبد ربه الناشط السياسي كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.